حضراتكم اسمحوا لي في بداية حلقتنا النهاردة أتكلم عن تجربة مهمة جدا هتنفذها مصر بداية من العام 2025 وتخص رغيف الخبز. رغيف الخبز عندنا في مصر 100% دقيق قمح سواء محلي أو مستورد. طبعا احنا بنحط القمح المحلي عشان نرفع نسبة الجلوتين في خلطة العجين، اللي هيحصل اننا هنوفر 20% من دقيق القمح ونستبدلها بدقيق الذرة الرفيعة. كل التجارب اللي عملناها في المراكز البحثية وفي وزارة التموين وفي وزارة الزراعة أكدت ان إضافة 20% من دقيق الذرة الرفيعة بيرفع القيمة الغذائية لرغيف الخبز وبيوفر لمصر حوالي 660 مليون دولار بنستخدمها في استيراد الأقماح من الخارج لصالح رغيف الخبز. احنا بنتكلم في حوالي 33 مليار جنيه، يعني نوفر 20% من دقيق القمح ونوفر كمان 33 مليار جنيه نوجهها للصحة والتعليم. هذا الأمر لا مفر منه، لازم نوجه كل هذه الأموال لما فيه الصالح لكل مواطن في مصر. طيب موقف الذرة الرفيعة ايه النهاردة في مصر؟ احنا زارعين في موسم 2024، يعني السنة دي حوالي 400,000 فدان. الفدان الواحد بينتج من 2-3 طن من الذرة الرفيعة. احنا محتاجين لتطبيق هذه التجربة زراعة 1,000,000 فدان بالذرة الرفيعة اللي هي السرجم، وده معروف جدا في كل محافظات الصعيد وبيصنعوا منه من سنين رغيف الخبز الصعيدي اللي مفيش احلى منه. احنا بنحارب عشان نقلل استيراد الاقماح من الخارج. المعركة هتبدأ في منتصف عام 2025 مع زراعة الذرة الرفيعة. لازم نتوسع في زراعتها ونوفر التقاوي بتاعتها من أي دولة في العالم. الأصناف بتاعتنا المحلية لا تتحمل على الإطلاق زراعة كل هذه المساحات، ما عندناش كميات التقاوي اللي تكفي كل هذه المساحات. كمان الحصاد في شهر أغسطس، بعدها هيبدأ استخدام الذرة الرفيعة مع دقيق القمح في صناعة رغيف الخبز. صدقوني مفيش أجمل منه. أنا من حوالي 10 سنين نفذت مع أساتذة معهد تكنولوجيا الأغذية تجارب على خلط دقيق القمح الخاص بالخبز مع الذرة، وكانت النتائج مبهرة بالفعل. خلطناه بنسبة 10 و15 و20 و25%، وعرضنا هذه التجارب على وزيرة التموين والزراعة، وكلهم أبدوا إعجابهم بالنتائج المحققة. العيش مفيش أطعم منه، ولكن كان قدامنا تحديات كبيرة جدا. كيف يمكن إدخال دقيق الذرة مع القمح في كل مخابز الجمهورية؟ وتقاعس الجميع عن التنفيذ. النهاردة احنا عندنا إرادة دولة، المشروع سيتم تنفيذه في العام 2025. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان.